أهلا بكم من جديد. تباطأ معدل التضخم الأمريكي إلى 3% في شهر يونيو الماضي، وهو أدنى مستوى له منذ سنوات. مع هذا التباطؤ يثار التساؤل حول ما إذا كان الفيدرالي الأمريكي سيبدأ في خفض أسعار الفائدة قريبا، أم سيستمر لمدة أطول في سياسته النقدية التشددية. لمتابعة الإجابة على هذا السؤال معنا عبر زوم الأستاذ أحمد نجم، رئيس أبحاث الشرق الأوسط في إحدى شركات الاستشارات المالية. أهلا ومرحبا بك معنا. وفي البداية، كيف تمكن الاقتصاد الأمريكي من تحقيق هذا التباطؤ في معدلات التضخم؟ طبعا أهلا وسهلا بحضرتك في البداية سيد المشاهدين، بشكركم على الاستضافة. هذا الأمر يمكن نعمل أرقام مع التضخم تباطؤ، ولكن أيضا معدل الزيادة في النمو الاقتصادي الأمريكي أيضا قد تباطأت، وهي كانت إشارة يعتبر مقدمة. يمكن شهدنا ربعين لهذه القراءة المتراجعة، والتي أيضا يعني أدت إلى بداية صعود حديث حول أن الاقتصاد الأمريكي بهذه الوتيرة، وإذا لم يتقدم الفيدرالي الأمريكي فيما يتعلق بخفض أسعار الفائدة، ربما يدخله في مرحلة من الركود العنيف خلال الفترة المقبلة، ونخسر فكرة السوفت لاندنج. السوفت لاندنج حتى الآن هو يعني يسير بشكل ربما يكون جيد طبقا للأرقام التي نشهدها حتى الآن. 3% كان مستهدف حتى نهاية العام، 3.2%، فبالتالي الأرقام تعتبر أكثر من جيدة بالنسبة للفيدرالي الأمريكي، وبالتالي الأسواق الآن أصبحت تعول على خفض سريع لأسعار الفائدة، عودة مرة أخرى لتوقعات خفضتين، وربما في يعني تشير إلى 3 خفضات موجودة الاجتماع المقبل لن نشهد فيه أي خفضة، ولكن الأسواق ستكون مترقبة أكثر للبيانات. لدي تراجع في زيادة في البطالة، هذه الزيادة أيضا أثرت على شكل ودورة النشاط الاقتصادي داخل الولايات المتحدة. لدينا أيضا تراجع ربما يكون في القطاع الخدمي، هو كان أحد أبرز هذه القطاعات المسببة بشكل رئيسي في أرقام التضخم. أيضا لدينا تراجع أو على الأقل ثبات فيما يتعلق بمعدل الأجور في الولايات المتحدة، كانت أحد الأدوات التي أيضا تثير الضغط على أداء أرقام التضخم خلال الفترة الماضية، وبالتالي يمكن كل هذه الأرقام تشجع بشكل ما في اللحظة الراهنة، والأسواق أيضا تترقب بشكل فيه خوف كبير ومبالغ ربما يكون خلال الفترة المقبلة، نتيجة لأن أي أرقام ربما تكون مفاجئة وعكس السيناريو الذي بتوقع الأسواق، ربما يكون لديه حركة أثر حركة عنيفة على الأسواق. طيب، بخصوص توقع الأسواق، يعني مع العوامل اللي حضرتك ذكرتها في انخفاض معدل التضخم إلى 3%، هل ترى أن هذا المعدل سيكون مستدام خلال الفترة الزمنية المقبلة؟ هي يعني هذا السؤال أعتقد الإجابة عليه تكون صعبة بشكل كبير، لأن خصوصا التراجع اللي احنا شاهدناه لم يصاحبه انخفاض في الإنفاق بشكل كبير من الحكومة الأمريكية على وجه التحديد، بالإضافة أن احنا لدينا إدارة جديدة ربما تكون موجودة في البيت الأبيض. هذه الإدارة هي احدى ابرز الادوات التي تساهم فيها هي ارتفاع ارقام التضخم من جديد، نتيجه لعمليات الانفاق التي ربما تكون موسعه من ناحيه، بالاضافه الى تخفيض الضرائب الذي سيكون على الطبقه الاكثر ثراء في الولايات المتحده، وهذا الاجراء هو ربما يساهم في شكل ما من زياده الانفاق داخل الولايات. وبالتالي هل سيكون لدينا تراجع في هذه الارقام؟ الاسواق تتخوف من وصول دونالد ترامب للبيت الابيض، سيكون لدينا عوده من اخرى لارقام تضخم اكثر ارتفاعا، وبالتالي هي واحده من ضمن الادوات التي ربما الاسواق تترقب كيف ستكون مجرى الانتخابات الامريكيه في الفتره المقبله. الامر الاخر ايضا هو اسعار النفط، هل سيكون لدينا ثبات عند هذه الاسعار؟ حتى الان الارقام تشير الى ان لدينا ثبات الى هذه الارقام، ولكن على الفتره المقبله ايضا سيتباين لدينا كثير جدا من الامور، لان خفض اسعار الفائده ليس فقط في الولايات المتحده كالمتوقع، ولكن تم الخفض في اكثر من منطقه، تم الخفض في المنطقه الاوروبيه، تم الخفض في او متوقعين الخفض ربما يكون قريب في بنك انجلترا بالرغم من اعلانه على عدم اضطراب هذه الخطوه، لكن الاسواق ربما تتوقعها ايضا. لدينا ايضا اكثر من منطقه ربما تم فيها خطوه، بل لدينا ايضا انفاق مرتفع جدا في اسيا، فبالتالي كل هذه الاموال هي من دورها ان هي تخلق طلب مرتفع على اسعار الطاقه، وبالتالي ربما نشهد عوده للارتفاع. هذه العوده بخصوص خفض اسعار الفائده، بما اننا تكلمنا عن هذه النقطه، ما هي المخاطر المحتمله التي يمكن ان تحدث اذا خفض الفيدرالي الامريكي اسعار الفائده في الوقت الحالي؟ هو في اجابتين لهذا السؤال. الاجابه الاولى، هل يمكن للفترة الأمريكية عدم خفض أسعار الفائدة خلال هذا العام؟ على الأقل نحن نتحدث على مرتين، كنا نتحدث منذ أيام قليلة على مرة واحدة فقط هذه التوقعات كانت موجودة، على الأقل الآن نتحدث على خطوتين. لماذا؟ لأن الفدرالي الأمريكي لو لم يخفض أسعار الفائدة سيدخل الاقتصاد الأمريكي ربما في مرحلة
من الركود. هذا ما تبينه بيانات الشبي او ما يبينه معدل داخل الاقتصاد الامريكي، وهي واحده من ضمن الاشارات الخطره جدا. الاضافه الاخرى هي بيانات سوق العمل الامريكي، الاقتصاد الفدرالي الامريكي دايما فقط هي مهمه التضخم ومهمه سوق العمل والحفاظ عليه بشكل توازن. اذا شهدنا ارتفاع مره اخرى في ارقام التضخم الامريكي، هذا يعني ان الفدرالي الامريكي ربما يكون في مأزق، لان عمليه خفض اسعار الفائده لن تؤدي الى نتائج مباشره وسريعه على الاسواق مره واحده، ولكن هذا الامر ربما سيأخذ مزيدا من الوقت. ايضا قطاع الاسكان في الولايات المتحده ربما ايضا من القطاعات المتضرره بشكل كبير جدا نتيجه لارتفاع معدل الفائده. فلدينا كثير جدا من الأزمات التي ربما تكون موجودة في حال لم يخفض أسعار الفائدة. والأمر الآخر، إذا لم يخفض أسعار الفائدة أو إذا قام بخفض أسعار الفائدة بشكل أسرع من المتوقع في الأسواق في الفترة الحالية، هيؤدي مرة أخرى إلى زيادة أرقام التضخم، وبالتالي سيضع الفدرالي الأمريكي نفسه في مأزق، وأيضا سيضع الاقتصاد الأمريكي في مأزق، لأن سيكون لديه إجراء وحيد وهو عودة التجديد مرة أخرى، وعودة ربما يكون رفع أسعار الفائدة أو التركيز على الكي تي أو السحب من السيولة الموجودة في الأسواق، وهو أيضا ما سيضغط على الأسواق بشكل. إذن خيار خفض أسعار الفائدة غير مطروح الآن، غير مطروح في الاجتماع المقبل، ولكن هو مطروح خطوتين خلال هذا العام، ربما تكون في ديسمبر وسبتمبر، وأيضا الأسواق تتوقع أن يكون لدينا خلال هذا العام في نوفمبر وسبتمبر، وربما يكون لدينا خلال آخر هذا العام توقعات تشير ربما يكون لدينا خفضة ثالثة. هذا الأمر ربما يكون يعني ليس عليه تعليقا كثيرا، ولكن توقع الأسواق بهذه الخفضات من توقع منذ أيام قليلة بخفضة واحدة هو اللي ربما يعني يؤثر على هذه التحركات العنيفة في الأسواق. نعم. طيب، إذا تحدثنا أيضا عن استكمالا لتأثير قطاعات مختلفة بخفض أسعار الفائدة إن حدثت، كيف سيكون التأثير على المستهلكين والشركات؟ على المستهلك طبعا، المستهلك ايضا يعني كما يستفاد باسعار فائده مرتفعه، وايضا يعني يتضرر بهذه الفوائد المرتفعه بالفائده المرتفعه في الوقت الحالي. الشركات ايضا لديها ضغوط كبيره جدا، وخصوصا الشركات الكبيره، ان عمليه التمويل القادمه ستكون مكلفه للغايه، انت فقط تحتاج الى مستويات او معدل نمو فوق 6% فقط عشان يعني تقدر ان انت تحقق، او الشركات الامريكيه تقدر ان هي تحقق أرباح أو نمو نتيجة للتكلفة اللي هتكون موجودة على خدمة هذا الدين. بالتالي ارتفاع الفوائد في الفترة الحالية ربما سيؤثر على الشركات الصغيرة. الأمر ده شاهدناه في السمول كابس. السمول كابس كانت متراجعة جدا حتى من مع بداية هذا العام، يمكن نعم كان هنالك بعض الارتفاعات خلال الأسبوع الأخير، ولكن متراجعة تقريبا بشكل أو بآخر منذ بداية هذا العام. وبالتالي الأسهم الكبيرة التي يعني تعول عليها الأسواق الأمريكية هي بمنأى بعض الشيء عن أسعار الفائدة. الكاش فلو الموجود فيها كبير للغاية، أيضا حجم رأس المال كبير جدا، والتدفقات النقدية المتوالية لهذه الشركات ربما تكون في منأى بشكل أو بآخر على يعني هذه الأرقام، بالإضافة إلى أن رأس المال المخاطر في هذه الشركات هو أيضا يعني يطمح إلى مستويات أرباح عليها، وهي طبعا تحقق مستويات أو معدلات أرباح مختلفة تماما عن السمول كابس أو على الشركات ربما الصناعية وما إلى ذلك. فبالتالي يمكن التأثير الموجود، الارتفاع الموجود في أو الانخفاض اللي شهدناه في عملية المتغيرات في الأسواق الأمريكية، ارتفاع الاستهلاك لعملية الكريدت كارد أو استخدام الكريدت كارد في الولايات المتحدة هو دائما موجود، ولكن شهدنا ارتفاع غير مسبوق في هذه الأرقام، وبالتالي خدمة يعني خدمة الدين أعلى ربما تكون موجودة لدينا. فبالتالي هذا التوقع في التراجع سيأخذ على وقتا أطول مما تتوقع الأسواق أعتقد في وجهة نظري، ولكن سنبدأ عملية الخفض. نعم سنبدأ عملية الخفض أعتقد سبتمبر، ربما يكون الموعد الأول لبداية عملية الخفض. طيب، سألتك أستاذ أحمد في البداية إن كانت ستظل يعني معدلات التضخم الذي تم الوصول إليها 3% ستبقى على يعني نفس المعدلات أو يعني تنخفض أكثر خلال الفترة المقبلة، ولكن هل بعد الحديث عن كل هذه العوامل يمكن أن ترتفع مرة أخرى نسب التضخم في رأيك؟ طبعا ممكن ترتفع بشكل كبير جدا. نحن لا ننسى ان احنا لدينا يعني فتره من الانتخابات، هذه الفتره هي تمتاز في المقام الاول بزياده الانفاق، وربما ايضا يعني حكومه بايدن ليس لديها خيارات كثيره جدا الا ان هي يعني تضع نوع من الانفاق الكبير جدا خلال الاشهر القليله المتبقيه على الانتخابات، وبالتالي سيؤثر هذا الامر طبعا على ارقام التضخم من ناحيه. الامر الاخر ان احنا لدينا سياسه متوقعه جديده، هذه السياسه ربما
ايضا لن تكون يعني بمنع عن ارقام التضخم، بالعكس الاسواق تتوقع في حال فوز ترامب سيكون لدينا ارقام تضخم اعلى، وبالتالي هو ما سيضع الفيدرالي في مازق لانه سيبدا عمليات الخفض ربما يكون مبكرا، وهي ايضا واحده من ضمن السيناريوهات التي يعني كانت الاسواق تفكر فيها خلال الفتره الماضيه، ماذا سيكون قرار الفيدرالي اذا كان دونالد ترامب هو رئيس البلد؟ هذا الفيدرالي مستقل بشكل كبير عن هذه السياسات، ولكن ايضا هو لديه توقعات فيما يتعلق بأرقام التضخم في حال فوز دونالد ترامب، وبالتالي ستكون يعني يعتبر إشارة واضحة بأن لابد من التروي بشكل أو بآخر قبيل الخفض السريع لأسعار الفائدة. نحن لدينا الآن أسعار فائدة ربما مقيدة للأسواق، نعم حقيقي لدينا هامش كبير جدا في فرق ما بين أرقام التضخم وأسعار الفائدة، هذا حقيقي أيضا، ولكن التوقعات التي ربما تكون متبقية لدينا هي ايضا مرتفعه واحتمالاتها كبيره جدا فيما يتعلق بعوده التضخم الكبير. نعم انا بشكرك شكرا جزيلا الاستاذ احمد نجم رئيس ابحاث الشرق الاوسط في احدى شركات الاستشارات الماليه، شكرا جزيلا لك.